بتقليد رش الماء استقبلت طائرة ATR-72 التابعة لشركة النقل الجوي الإسبانية بينتر التي حطت الرحالة بمطار جلميم قادمة من مطار سيزار مانريك لانزاروت وعلى متنها 28 مسافرا بعد رحلة استمرت 1:10. رحلة دشنت الخط الجوي الذي يربط مدينة جلميم بلانزاروت. يعتبر افتتاح هذا الخط الجوي الجديد مناسبة لتعزيز العرض الجوي لمدينة جلميم، حيث سيمكن من تأمين النقل الجوي لأبناء هذه الجهة الذين يقطن عدد مهم منهم بجزر الكناري، كما يعتبر دعامة للمؤهلات السياحية التي تزخر بها جهات جلميم وادنون. كنا كنعانوا من الطائرة الأولى، كنا كنمشيو من لانساروتي لاسبالما ومن لاسبالما لجلميم، وهذا الخط الحمد لله الجالية فرحانة بهذا الخط وكل شيء داز مزيان، وهذا الشيء اللي كنتمناه ديما يكون الجديد. وبواقع رحلة في الأسبوع سيؤمن هذا الخط الجوي الجديد رحلة واحدة كل يوم سبت ذهابا وإيابا بين حاضرة جهة جلميم وادنون وجزيرة كناريا الكبرى، لينضاف هذا الخط الجوي إلى خط جوي آخر تم إطلاقه السنة الماضية يربط بين جلميم ولاس بالماس.